في فعاليات الدورة 28 لمجلسنا الوطني في دورة هامة برهانات وتحديات جد دقيقة، سواء من حيث سياق عقدها أو من حيث جدول أعمالها المؤسس لمرحلة جديدة من حياة حزبنا. إن قوة وأهمية هذه الدورة تكمن في انعقادها مباشرة بعد مؤتمرنا الوطني الخامس الذي عرف نجاحات مختلفة بفضل مساهمة وانخراط جميع المناضلات والمناضلين وتشبثهم بوحدة الحزب وبقدسية حرية التعبير، فجسدت النتائج المخرجات مرة أخرى قوة وتميز حزبنا في المشهد السياسي باعتباره حزب احترام القانون، حزب جميع المغاربة والمصاري المتجدد، الحزب الحاضر بقوة في الساحة السياسية، الحزب المساهم في الإصلاح والتغيير. الأخوات والإخوة المناضلون الأعزاء، إن النجاحات الجماعية التي حققناها خلال المؤتمر الوطني الخامس لحزبنا يجب أن لا تنسينا مسؤوليتنا الجماعية في ربح باقي الرهانات وتنزيل باقي الالتزامات، وعلى رأسها تأسيس هياكل ومؤسسات الحزب قوية، مؤسسات قوية وديمقراطية وفاعلة، وكذلك الالتزام بقيم التأسيس النبيلة والوفاء بتعاقداتنا وتعهداتنا التي قطعناها أمام المواطنين، والتحلي باليقظة السياسية في مواجهة التحديات التي يواجهها الحزب، بل ومجابهة التحديات الدولية والداخلية الجمة المطروحة على بلادنا والتي علينا الوعي أكثر بجسامتها وخطورتها، وتملك إرادة إصلاحية ونضالية عالية للانخراط في الجهد الوطني العام لمواجهتها. فكما في علمكم نعقد هذا اللقاء وبلادنا تواجه وضعا دوليا جد متقلب يتجه نحو المجهول بسبب أزمة دولية لم تعد تنحصر في حروب علنية فتاكة في مناطق من الغرب وفي الشرق الأوسط فقط، بل انتقلت إلى الصراع الحاد على الاقتصاد وعلى التحكم في الموارد الأولية وفي المعلومة داخل هذا العالم الصغير بواسطة حروب باردة حادة وأخرى علنية قذرة استباحت المس بكل القيم المشتركة الإنسانية وهدم كل مواثيق والقيم الإنسانية التي بنتها البشرية لعقود من الزمن، فبتنا نعيش أبشع مرحلة إنسانية عرفتها البشرية مجسدة في صور إبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على مسمع ومرأة من القوى العظمى ومن كل المنظمات الأممية، وضدا في كل المواثيق والعهود، وفي وضع دولي مفتوح على كل احتمالات وشظايا صراعاته وصلت كل الأمم والشعوب، فلم يعد هذا الوضع يقف عند حد السباق نحو المزيد من التسلح أو التوجه الشرس نحو احتكار الطاقة، بل إلى التحكم في الموارد المائية وفي ثورة الذكاء الاصطناعي وفي كل موارد العيش والحياة في مقابل انهيار تام لأخلاقيات وأعراف العلاقات الدولية ولقيم الحوار والتعاون بين الحضارات ولمعنى الصداقات التاريخية ولاعتبارات العيش الإنساني المشترك. وأمام هذا الوضع الدولي المعقد والساخن الذي يتطلب قيادات عظيمة وكاريزمات وعبقرية تاريخية فدة، لا يسعنا في حزب الأصالة والمعاصرة سوى الإشادة بحكمة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في تحصين بلادنا ضد هذه المخاطر وتوجهه المبكر حفظه الله نحو إعادة بناء دور الدولة الديمقراطية والدولة الاجتماعية وتقوية وحدتها الوطنية والتنموية
وتمثيل قيم التضامن وتآزر شعبها كخير سلاح لحماية نفسها وللمقاومة الذاتية من أجل البقاء، وهي السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة التي أكدت فاعليتها وأظهرت للعالم بلادنا كأمة عظيمة وعريقة أثناء معركة كوفيد-19، حيث أحكم العالم إغلاق أبواب والحدود، كما أظهرت نجاعتها أثناء مجابهة قدرة زلزال الحوز العنيف أو قدر زلزال الحوز العنيف الذي ضرب بلادنا. لذلك علينا في حزب الأصالة والمعاصرة أن نعي جيدا حجم هذه التحديات الدولية المتحولة، وعلينا بالمزيد من اليقظة ومن الالتفاف بقوة وراء جلالة الملك نصره الله حول الوحدة الوطنية، باعتبار هذه الأخيرة صمام أمان استقرار وتقدم بلادنا وسببا مباشرا للمكانة الاعتبارية والثقة الدولية الغير المسبوقة التي تحظى بها وأساس مراكمة انتصاراتنا الدبلوماسية، لا سيما على مستوى قضية وحدتنا الترابية التي نسجل بارتياح كبير التفهم المتزايد الذي بات يحظى به الموقف الوطني وسط الرأي العام الدولي واقتناع العالم بعدالة قضيتنا، وأن ما تحققه القضية الوطنية من مكتسبات يجسده واقع التنمية التي تعيشه أقاليمنا الجنوبية، كما أن المشاركة السياسية المكثفة لأهالينا في الصحراء المغربية هو خير استفتاء أنهى كل الادعاءات وزاد من هجوم الأعداء. الإخوة والأخوات المناضلات والمناضلون، تأتي دورة مجلسنا الوطني هاته في سياق وطني داخلي مطبوع بالكثير من التقدم والتطور ومراكبة نتائج هامة في الإصلاح والتغيير في العديد من المجالات بفضل التوجيهات الملكية السامية ونتيجة تنزيل فاعل وجدي من الحكومة لهذه التوجيهات، الأمر الذي يسفر اليوم عن حصيلة إصلاح إيجابية وغير مسبوقة في تدبير الشأن العام ببلادنا نتيجة حسن الاختيارات السياسية والديمقراطية التي أسست للتغلب على الصعاب الاقتصادية والجيوستراتيجية التي اعترضت عمل الحكومة طيلة السنتين الماضيتين، محققة بذلك نتائج جد مشرفة على كل المستويات. لعب فيها حزبنا ووزراؤه دورا هاما باعتبار حزبنا الحزب المحترم لحلفائه المنسجم مع قناعاته الصادق في فعله والصريح في خطابه، الحزب المسهم في تقوية انسجام الحكومة وفي تعزيز تضامنها وفي الرفع من نجاعة أدائها، الحزب الذي وضع منذ البداية نصب عينيه هدف التضحية لخدمة قضايا المواطنين، ويعمل مناضلوه على عدم تضييع فرص الإصلاح والتغيير والابتعاد عن الضرب تحت الحزام لحلفائه أو الغرق في الصراعات السياسوية والمزايدات الفارغة مع المعارضة، مما أكسب حزبنا اليوم ثقة شعبية واسعة ومكانة جد محترمة في الساحة السياسية الوطنية. الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني، إن فرص استثمار نجاح بلادنا في تنظيم مسلسلها الديمقراطي لسنة 2021 رغم التحديات الوبائية والدولية لا زالت قائمة، ولم يحقق هذا النجاح الديمقراطي كل مبتغاه حتى اليوم في جعل النقاش السياسي والديمقراطي في صلب الاهتمام الشعبي والمؤسسات الوطني. لذلك ندعو كافة الفرقاء السياسيين إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في ممارساتنا السياسية والرفع من مستوى خطابنا والاتجاه الجماعي نحو تعزيز مسار الديمقراطي واستغلال جميع الوسائل الديمقراطية الحديثة للتفكير في خلق جيل جديد من الإصلاحات الحزبية الجريئة والعميقة التي لا تواكب التطور التكنولوجي الجديد فحسب، بل قد تعيد في الفعل الحزبي والسياسي جاذبيته
وتحدث رجة وسط المجتمع، لا سيما وسط الشباب وجيل وسائط التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار سنظل منفتحين على كل المبادرات السياسية الحزبية الصادقة في هذا المجال، بما فيها تفكيرنا في إطلاق نطاق سياسي وتعهد سياسي جديد بيننا كأحزاب سياسية، ينكب على قضايا سياسية وديمقراطية حديثة وعلى إصلاحات سياسية جديدة التي تحتاج منا كفاعلين سياسيين فتح النقاش حولها بعيدا عن الضغوط الانتخابية، مما سيمكننا من بلورة إصلاحات سياسية عميقة من شأنها تقوية حضور ودور الفاعل الحزبي والنقابي والحد من تراجع الثقة بها واسترجاع مكانتهما الطبيعية في الوساطة. حضرات السيدة والسيدات، انطلاقا من مرجعية حقوقية المفصلية لحزبنا المؤسس على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى جعل القضايا أو قضايا حقوق الإنسان من القضايا الاستراتيجية في نضالاتنا اليومية، نؤكد بأن هذا اللقاء يعقد في سنة حقوقية متميزة وفارقة في تاريخ بلادنا الحقوقي، ذلك أن جهود بلادنا في مسار النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات وقراءة أخطائنا بشجاعة نادرة وبناء مصالحة منصفة مع الضحايا جعلها تحظى بثقة المجتمع الدولي، ونترأس وتترأس المملكة المغربية اليوم ولأول مرة في تاريخها أعظم مجلس لحقوق الإنسان في الكون بجنيف، مما يجعل بلادنا اليوم نموذجا حقوقيا يمنحه التاريخ فرصة أخرى للقيام بالإصلاحات الحقوقية المؤجلة لترقى إلى مستوى روح الدستور ومستوى تطلعات صاحب الجلالة، علما أن لبلادنا من النضج والبناء المؤسساتي المتين ما يجعلها قادرة على فتح كل النقاشات الحقوقية. ومع عبقرية جلالة الملك في وضع تركيبة متوازنة لهيئة مراجعة مدونة الأسرة إلا خير دليل على مدرسة الوسيطة والانفتاح والتشارك الوسطية والانفتاح والتشارك التي تعتمدها بلادنا في مناقشة قضاياها الحقوقية الاستراتيجية، وبذلك لا خوف على مستقبل بلادنا الحقوقي ولا خوف على هذا المجتمع المتشبث بثوابته الدستورية والمراكم للقيم والتربية الأصيلة عبر قرون، ولا يحتاج اليوم لمن يوصي عليه أو يحجر على عقله وفكره. وفي هذا الإطار نؤمن داخل الأصالة والمعاصرة بأن هذه المرحلة يجب أن تكون محطة إعادة لإشعاع للملف الحقوقي لبلادنا من خلال الانكباب على معالجة الكثير من الوضعيات العالقة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما على مستوى حقوق المرأة والطفل، والقطع مع التردد في إقرار الحريات الفردية والجماعية والانفتاح على المواثيق الدولية والتجارب الحضارية. يتم ذلك في إطار الاحترام التام للقيم التي توحدنا كأمة مغربية والتي أساسها الإسلام والعروبة والأمازيغية والصحراوية الحسانية المعززة بالروافد الثقافية والإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية كما يكرسها دستور المملكة. الأخوات والإخوة المناضلون الأعزاء، إن النجاحات التي حققتها الحكومة بصفة عامة والأداء القوي الذي بصم عليه وزيرات ووزراء الحزب بصفة خاصة محققة بذلك مكتسبات غير مسبوقة في مسار بناء الدولة الاجتماعية بفضل قرارات وتدابير حكومية دعمت الطبقات الشعبية الأكثر هشاشة في مجالات السكن والصحة وغيرها، متوجة كل ذلك بنتائج غير مسبوقة على المستوى الحوار الاجتماعي الذي حقق مكاسب متعددة للشغيلة في القطاعين العام والخاص بفعل حوار دائم دوري ومكثف
مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في نتائج جسدت الإرادة السياسية الحداثية والاجتماعية الصادقة للحكومة في سعيها نحو تحسين وضعية الشغيلة وتكريس الثقة لدى الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وغيرها من المجازات الاجتماعية بشكل لا يقل أهمية عن الأوراش الكبرى المهيكلة في مجالات الطاقة والطرق والموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية والثقافية وغيرها.